احنا طبعا فخورين جدا يكون معانا دلوقتي على سكايب البطل المصري نور التميمي، اللي احنا حابين نقرب من شخصيته كمان اكتر. اهلا بيك يا نور، واحنا بنحييك على هذا الموقف الانساني العظيم. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. الورد، صباح الورد. نور، بص، انا لفت نظري حاجه في الحقيقه في التقرير، ان انت من الاول المطعم بتاعك انت حاطط يافطه بتقول فيها اللي مش قادر يدفع فلوس الاكل يجي ياكل مجانا. طيب اي واحد مكانك كان ممكن يقول ايه؟ طب ما انا خايف افتح الباب ده الاقي كل الناس اللي جايه عايزه تاكل مجانا ومحدش هيدفع فلوس خالص. احكي لي عملت توازن ازاي في المعادله دي، وخصوصا انك في التقرير اشرت انه ده كده رزقك بيزيد اكتر. بالظبط. هو في بدايه الموضوع كل اللي شغالين معايا قالوا لي انت مجنون، انت اكيد مجنون، ايه اللي انت بتعمله ده مش منطقي جدا، مش منطقي خالص. فانا قلت لهم في البدايه الموضوع للمشردين فقط. بعد كده توسعنا في الموضوع، ان انا قلت لهم ان مشردين او مش مشردين، اي حد يسأل اكل ببلاش حتى لو هو شكله بيه كده مش مشكلة، لان محدش يعرف حتى بعد كورونا، محدش يعرف مين البيه مين اللي مش من بيه، يعني محدش يعرف من اللبس، ما تعرفش مين دلوقتي مين اللي معاه فلوس مين اللي معاهوش فلوس، مين اللي اتطرد من وظيفته، لان بعد كورونا الدنيا اتغيرت والازمة بقت تفاقمت. فانا قلت لهم نتوسع في الموضوع ده، واي حد يطلب اكل ببلاش ادوه. وبعدين بعد ما توسعنا انا اكتشفت ان دي من عند ربنا طبعا، ان احنا كل ما بندي اكتر اكل الايراد اليومي بيزيد، فدي معادلة ربانية بقى. طب نور، يعني ايه اللي في رايك ايه اللي يخلي مثلا الصحف وكمان القنوات، زي احنا شفنا تقرير على احدى القنوات البلغاريه ان هي تهتم بالقصه دي، يعني هل كنت متوقع ده؟ والله ما توقعتش قوي، يعني انا عملت الحكايه دي بعد ما شفت الفيديو بتاع ميدكو، وطبعا يعني تاثرنا جدا وقلنا ان لازم الواحد يعني يساهم في حاجه او يعمل اي شيء، لان اللي حصل ده انا بقالي سنين في بلغاريا هنا عمري ما شفت واقع زي دي، وعمري ما شفت حد بيتخانق مع حد في الشارع بالايد، او يعني الحاجات دي مش موجوده في المجتمع البلغاري، غريبه جدا. فما توقعتش طبعا رد الفعل وسائل الاعلام الاوروبيه والبلغاريه ان هم يسلطوا الضوء. اعتقد ان هو كان غريب بالنسبه لهم ان حتى يعني لو رجل اعمال او حتى مواطن بلغاري او اوروبي يعمل كده، غريبه شويه، لان هنا الدور المجتمعي ويعني برضو الناس مش بتبادر بحاجة زي كده كتير. طبعا في بس مش بيبادروا كتير هنا، اعتقد ده مرتبط بطبيعتنا كمصريين. بس هو الغريب في الموضوع، ان الاغرب في الموضوع ان حد عمل حاجة بهذا الشكل وكمان يكون مصري، لان الصورة الذهنية عن المصريين او اي حد من جاي من المنطقة من الشرق الأوسط، للأسف الصورة الذهنية على مدى يعني مثلا سنين 20 سنة مثلا، إن أي حد يجي من المنطقة دي يا إما جاي هجرة غير شرعية، يا إما عنده أفكار متطرفة، يا إما للأسف الصورة سلبية إلى حد ما. ورغم كده يا نور، يعني انت تعملت يعني رحت دولة انت عارف انه الصورة الذهنية عن اي حد جاي من المنطقة العربية او الشرق الاوسط سلبية للغاية زي ما ذكرت، ده خلاك مش متردد وانت بتقرر انك تسافر بلغاريا علشان تدرس الموسيقى؟ وايه علاقة دراسة تاريخ الموسيقى العالمية بانك تفتح مطعم؟ اولا ما ترددتش، لان انا كنت رايح بهدف، يعني هدف اسمى وارقى، ان انا أساهم في تحسين الصورة الذهنية دي. يعني أي فعل أنا كنت بقدم أو أي مشروع أو أي خطوة، بحط أول حاجة إن أنا عايز أحسن الصورة الذهنية دي، وإن أنا أكون سفير لبلدي
ولثقافتنا، لان انا اؤمن ان المصريين يعني ان احنا بلد عظيمه قوي، مش عشان انا مصري ولا ان احنا يعني عندنا الاحساس القومي عالي شو، لا ده مش، انا الكلام ده بسمعه من غير مصريين، يعني من الناس اللي مطلعين على التاريخ المصري والثقافه المصريه، بيقولوا ان احنا عندنا تاريخ مرعب وعندنا زخم وارث ثقافي وحضاري عظيم مش موجود في اي مكان تاني. يعني لما تشوفي مفيش اي دوله تحمل، او مفيش اي علم باسم دوله، مفيش جرمانولوجي، مفيش ايطاليانولوجي، بس موجود ايجيبتولوجي. فاحنا دوله عظيمه جدا وعندنا ارث وزخم ثقافي وحضاري عظيم جدا، فلازم كل مصري يكون سفير، ويكون سفير للفكره دي، نور فكره ان نور احنا انت اخوك مبارك. الكاتب الصحفي المعروف محمود التميمي زميلنا صح؟ طبعا طبعا طيب اخويا اهو واستاذي وحبيبي. مش كده، اتعلمت منه ايه؟ وهل هو اول حد يعني يكلمك؟ ان احنا شفنا احتفاء على الفيسبوك في الحقيقه من محمود، وده حقه طبعا، عمال يقول اخويا ونور يعني هل هو وصل له الموضوع من خلال التلفزيون ولا انت حكيت له؟ اكيد هو اول حد عرف. مين اول حد عرف هنا في مصر بهذا لا الموقف؟ انا كنت بتكلم مع محمود وحكيت له على اللي حصل، وقلت له والله انا مش عايز اشير يعني لان كل يوم بيتنشر مقال في جورنال، او كل يوم بينزل يجي وسيله اعلام من المانيا من انجلترا من يصوروا معايا. فقال لي لا ده لازم، ده موضوع عظيم جدا ولازم نسلط عليه الضوء، لان دي صح. لمحه طيبه ولازم تكون يعني زي نموذج يحتذى لناس كتير. فهو طبعا قال لي لا لازم نسلط الضوء على الموضوع ده. طب نور قول لنا بقى شوية عن المكالمة بتاعت معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة اللي كلمتك، احكي لنا شوية تفاصيل وكواليس عن المكالمة دي. هي اتصلت بيا من يومين، طبعا كانت مكالمة إيجابية جدا، وشكرتني وهنتني وقالت لي ان يعني ده فعل عظيم ولازم ننسق اكتر، لان هنا في بلغاريا يعني محتاجين، بلغاريا دولة مهمة جدا، بلغاريا دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ودولة يعني مثلا المدينة اللي انا قاعد فيها اقدم مدينة اوروبية مأهولة بالسكان من 5000 سنة، اسمها بلوفدن، وفي قواسم مشتركة كبيرة جدا بين التاريخ البلغاري، مش التاريخ البلغاري، التاريخ التراكي، لأن الحضارة البلغارية يعني اللي قبل بلغاريا اسمها تراكيا تريشن. فهو الحضارة دي في قواسم مشتركة كبيرة جدا بينها وبين مصر. فكانت مكالمة إيجابية، واتفقنا إن احنا إن شاء الله يكون في مكالمة على سكايب، لقاء على سكايب، وننسق الجهود ونوحد الجهود، لأن أعتقد إن المؤسسات المصرية الرسمية في بلغاريا محتاجة تتنشط شوية. نور احنا فخورين بيك وهنفضل دايما متابعينك، ويعني ان شاء الله بقى يكون كمان مش بس يعني التشانل هتكون اخوك طبعا محمود التميمي، ولكن هيكون كمان من خلال وزيرة الهجرة، اكيد هنبقى نتابع كمان كل اللي جاي بالنسبة لنور التميمي اللي رفع راس المصريين. مش بس كده، هو في الحقيقة الموقف ده يعني القصة كمان مش مصري لبلغاري قد ان هي انسانية، يعني من انسان لانسان. صحيح. انت يعني الموضوع اوسع بكتير من مجرد فروق جنسية. بالظبط بالظبط بالظبط، هو الموضوع ان مش حكايه مصري ومش حكايه متكو، يعني مش حكايه ان واحد شاف او يعني هالني ما رايت، الموضوع مش موضوع ان هي واقعه او ان واحد اتضرب او واحد مصري، لا هو حمايه القيم الانسانيه اللي بينادي عليها، اللي بينادي بيها الاتحاد الاوروبي بشكل يعني ضيق هنا في أوروبا، والقيم الإنسانية بشكل عام في العالم كله. صح صح، بنشكرك شكرا جزيلا وبنحييك يا نور، واحنا فخورين بيك الله جدا. يسلمك، صباحك صباح الورد. الله يكرمك، الله يكرمك. موضوع يمكن ساعات بيلهم الواحد كده الحاجات دي، جدا يعني جدا بتخلي الواحد يقعد يفكر كده في تصرفاته مثلا طول اليوم، تصرفاته مع الناس، يمكن هو مش كسبان حاجة قوي يعني من ان هو يساعد الناس يعني، لكن بيصر ان هو يساعد الناس ويصر ان هو يبقى دايما برضو عنده قصة ان انا
عندي رسالة. مش بس كده، الموقف اللي هو عمله ده ملهم لينا كلنا. ليه بقى؟ أحيانا ناس كتير مننا بيشوفوا موقف سلبية، يمكن أنا كمان مريت بهذا الموقف، بخاف أعمل أكشن، يعني بخاف أن أنا أبقى إيجابية في تصرف ما بتحصل، فالواحد يقول لك أنا مش ضامن، طب ممكن اللي قدامي يعمل إيه. هو كده كمان نور شجعني وشجع أكيد ملايين من الناس اللي شافوا المشهد ده، أنه لا خليك إيجابي، أنك تاخد الخطوة دي، تاخد الخطوة، ولما تشوف حد ضعيف أو مستضعف لا دافع عنه، ما تبقاش خايف أو متردد، لأنه أحيانا ان الناس فعلا بتكون سلبيه خوف، مش ان هي مش مهتمه، بتبقى خايفه ان هي تتدخل او تنقذ اللي قدامها يعني. صحيح.